وضع بروتوكول صحي خاص يراعي إجراءات الوقاية من فيروس كورونا هو ما ستعكف على تطبيقه مراكز الامتحانات لشهادتي التعليم المتوسط والثانوي لضمان سلامة التلاميذ والمستخدمين. بالنسبة لتحضير الوسائل المتعلقة بتطبيق البروتوكول الصحي، سيوفر إن شاء الله ما يسمى بالجال أو البافات، ربما فيه بعض التلاميذ اللي راهم ما عندهمش هذه الوسائل، ستكون على مستوى مراكز هذا الإجراء. حاولنا حتى بالنسبة للمدخل، لو لاحظتي أن المدخل حيكون بجهة، خروج التلميذات حيكون من جهة أخرى. بالنسبة كذلك حتى بالنسبة للتباعد الأقسام راح يكون فيها تباعد طبعا بين التلاميذ على الأقل متر أو متر ونص. الإجراءات التنظيمية رافقها إعادة فتح المؤسسات التعليمية أمام التلاميذ بتنظيم برنامج استثنائي لمراجعة الدروس. بداية كنا نراجع بشكل عام، بدأنا باستذكار الدروس التي سبق وأن أخذناها في الفصلين الأول والثاني، انتقلنا إلى مرحلة حل المواضيع، والحمد لله يعني هي أكثر مرحلة يمكن يرتاح معها التلاميذ. طلبة كثير عندهم إشكال كبير في طريقة المراجعة، يقدر يكون يعني عنده معلومات كبيرة، يكون عنده فاهم الدروس، ولكن عنده إشكال في الإجابات، وهذا الشيء اللي ركزنا عليه كثير. تلميذات بثانوية أريد مداد بالحراش أكدن استعدادهن لاجتياز امتحانة شهادة البكالوريا بعيداً عن الضغوطات النفسية بعد عودتهم للثانوية ومرافقة الأساتذة لهم. ساعدتني بزاف عاوت وليت ليسي، باسكو يعطيك طاقه ايجابيه يخليك تعاودي. اذا كنت دايره في بالك خلاص حتخدمي غير على لا موين، تشغل باش تجيبي غير الباك تاعك، دوك تولي تخدمي على بلوس. لي بروف يشوفوا يعطيك واحد النظره يخليك تشوفي الباك بزاف ساهل، تما يقول لك صح بقى لك هذيك 15 جوغ هذيك 10 جوغ صح تقدري تعاودي ترجعي كاعيتك واش فاتك. الامتحانات الرسميه تجرى هذه السنه في ظل ظرف استثنائي بعد تفشي فيروس كورونا، أمر استدعى وضع تدابير احترازية صارمة لضمان سير الامتحانات في أحسن الظروف.